نقترب من الصورة أكتر ونعرف تفاصيل مع غادة خطاب عضو الجالية المصرية في نيويورك. بنرحب بيكي أستاذة غادة. أهلا وسهلا يا فندم. كلمينا عن اليوم المصري في نيويورك والفعاليات الموجودة فيه والمشاركة وردود الأفعال والأجواء بشكل عام. هو اليوم المصري احنا ابتديناه من 3 سنين، من سنة 2022. هو كان المفروض هيتعمل في 2019، ولكن طبعا جائحة الكورونا ضربت العالم كله وتوقف الحلم لبرهة بسيطة، وابتدينا نعمله تاني في سنة 2022. وكانت الفكرة ان احنا نعمله يوم له علامة في التاريخ المصري، فاخترنا 23 يوليو. بحثنا ودورنا والحمد لله توصلنا ان احنا نوصل لعمدة نيويورك. مؤسسة السعادة قامت بيها وتواصلت طبعا على رأسها دكتور ياسر نور الدين وباقي أعضاء البورد اللي هم مجلس الإدارة طبعا والأعضاء الغير مؤسسين. تواصلنا مع العمدة إريك آدمز وتحقق الحلم أنه بقى في يوم مصري مسجل تاريخيا في أجندة ونتيجة النتيجة السنوية لمدينة نيويورك. هايل، ده مهم جدا طبعا لعرض التراث وده المصري. حدث تاريخي يا فندم. ما اعتقدش ان في جالية لا عربية ولا اجنبية اقامت بالحدث ده ولا بالفعالية دي قبل مؤسسة السعادة والجالية المصرية. فده يوم تاريخي ان محطوط صحيح. احنا مؤسسة السعادة هتروح وهتيجي وناس هتموت وهتتولد، وهيفضل اليوم المصري يوم 23 صحيح. عايز يوليو اسالك على مسجل. مؤسسه السعاده، يعني من اسمها كده واضح انها مؤسسه بتسعى الى اسعاد الناس، وعلاقتها بقى باليوم المصري، يعني التراث المصري والثقافه المصريه والاكلات الشعبيه المصريه دي الحقيقه برضو يعني بتساهم في اسعاد الناس اكيد، يعني لانه طبعا ما فيش احسن ولا اروع ولا اجمل من التاريخ والثقافه المصريه كلها بكل تنوعها والموروثات المختلفه ليها. ده كان الهدف يا فندم من ان احنا نعمل يوم مصري، مش بس مجرد ان احنا كمؤسسه سعاده عايزين نعمل يوم ترفيهي، لا، هو الهدف كان ان احنا نبني جسر تواصل ما بين الجاليه المصريه في نيويورك او في امريكا عموما بالساحل الشرقي، لان مش بيجي بس من نيويورك، بيجي من نيوجيرسي، بيجي من كناتيكا، بيجي من بوسطن، بيجوا يحضروا معانا برضو، وبين البلد الام. لازم جسر التواصل ده ما بين الاجيال بقى الثانيه والثالثه وممكن الرابعه كمان، فده لازم كان يعمل نبني جسر تواصل ما بيننا تمام. وما بين بلدنا الام. نعم. بالنسبه لاولادنا، في طبعا لازم يعرفوا، في للاسف في عائلات مصريه واولادها ما بيعرفوش قوي العادات والتقاليد المصريه بتاعتنا ولا صحيح. تراثنا ولا اغانينا. شويه ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا مش هو الاساس. فبالتالي كان الهدف الاساسي ان احنا نندمج ما بين في عاداتنا وتقاليدنا ونقدمها للمجتمع المصري كجاليه مصريه، وكمان الجاليات العربيه والاجنبيه المحيطه بينا. صح. لازم كنا نندمج، وبعدين مش بس مجرد ان احنا نرقص ونغني، لا، ده احنا بنروح للجمعيات النوبيه الاسوانيه، جميع كل ما في مجموعه مثلا من البحيره، من سينا، بندور على ان لازم كل جاليه، كل مجموعه من الجاليه المصريه تيجي تقدم التراث بتاعها وتفرج عليه الاولاد الجاليه الجداد، وفي نفس الوقت الجاليات صحيح. وافراد الجاليات من صحيح. وده الجنسيات مهم المختلفه. طبعا لربط الاجيال دي حقيقة. الجديده في امريكا بالثقافه المصريه والحرص على استمراريتها طبعا. انا بشكرك بالضبط. وبحييكي مره تانية على هذا اليوم الجميل، والف مبروك على التوفيق في توثيق وتسجيل وضمان استمراريه اليوم المصري في نيويورك. بشكرك غاده خطاب عضو الجاليه المصريه في نيويورك.